يا سفل خيني. مش انا يا ابو العيال. كنت بتتمرجح على دراعه يا سفل. يا عم ما تفهمش غلط، انا هخرج اروح اجيب السكينه عشان اقتلك، عشان اشيل. لا يا عم تتلاش، امال انا اعمل ايه؟ انت مجنون، ما حدش ياخدها من هنا. ده ايه ده؟ تعال يلا بقى، يلا ما تتمرقعيش. يلا ايه؟ خلصي بطلي مرقعه، ده انت غبيه قوي. يلا بقى يا وليه، يلا يا وليه. تعالي بقى عشان انا بقى ايه. يلا بينا، تعالي بقى انا هاخدك بقى. روح بس اذبح على طول، اذبح اذبح بس امسك. اوعى تهرب منه، يا معلم يا إيه؟ البيت اللي مليان حشرات ده. ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم، ده انا مصطادها بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا كده؟ طفشتوها يا معلم. جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا؟ عايز اقتل يا معلم. اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا. احنا جايين نسرق بشرف، لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق. عايزين نهرب يا معلم. دلوقتي اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش ليه شغالين هنا؟ ليه الله يخرب؟ ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه يا معلم، بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس والنبي يا معلم. نعم بسرعه، الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش. ماشي الخطه دي عايزه تركيز. ماشي احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. ماشي عارفين يعني ايه طراطيف صوابعنا؟ لا يعني ايه يا معلم؟ مش الصوابع بيبقى لها طراطيف كده اهو؟ لو بص كده اهو، اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها؟ ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ ليه؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها؟ تمشي كده اهو على طراطيف صوابعنا. بص امشوا عادي، يلا تعالوا. ايوه يا معلم، دي فكره الهروب يا معلم. استنى ناخد الحاجه، هات الحاجه بسرعه، هات الحاجه بسرعه عشان محدش يعرف. بسرعه هات الحاجه. يلا استخبى يا معلم، استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب. شكلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السنسونة. أيوة يا روحي. إيه يا حبيبتي؟ دخلت ليه يا حسن؟ مفيش، قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ما تيجي نسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن، مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل. ازاي يا حسن بتعملي لي كده؟ وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي. ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي. مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسنتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله، هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب. ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل. ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه لبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه؟ ده كتير قوي.
لا مش كتير ولا حاجة، ده خاتم عبيط ب5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكرة تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. حاضر، اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل، حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد، اتفضل. ثانية واحدة يا سيد، ثانية واحدة. ليديز فيرست. فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحه ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربطك عشان انت عينيكي وحشه وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك. عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فلة؟ هو احنا في فلة؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفلة في المنافلة، والمحش استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ وقعت مش مشكلة. مش مشكلة. شفت؟ بص البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اكبر منها، اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده، هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه ده؟ انا هقول لك ثانية واحدة لحسن الناس هيطردوني. ثانية واحدة. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدورة ومقورة. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عامله لي عمل، اكمني الرجاله كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي، فقامت عملت لي عمل كل ما ابص لحاجه اقسمها 4/4، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده، اتحسنت ازاي؟ ابص لحاجه في لقها 2. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا، اتطورت قوي. ايه يا حبيبي، في دي فيلا؟ ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم، البسين اتخرم. كرمت البسين؟ كرمت البسين؟ وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. اه. ثانيه واحده. ثانيه واحده، يا لهوي عليا. ثانيه واحده، البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك، حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه الله. وثواني هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر. وورا هكتب الاميره منى والامير حسن ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا اتشطت يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات الفيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا. يا لهوي، بص شعرها يا محمود. لا. دي شعرها لحد هنا. دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر امله. آه، حقيقه حقيقه حقيقه. ايه يا يهوي؟ ايه دي اللي بتطلع في دبر امله؟ دي بقت جابر امله. يلا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك مالك؟ قص شويه حسن. ماله قص شويه؟ قص شويه حيقي شعري. ايه؟ بس شوي حيقي شعري. ده حيقي شانك مش شعري. الحق بتقول لك بس شوي حيقي شعري. يا حيوم. يا يهوي. يا خيابي. يا خياشي. يا يهوي عيا. حيوم عليكم ويوي. ايه يا جماعه، في ايه؟ حرام عليكم. بقول لك ايه، تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه؟ ايه؟ اه معلش. ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص. بلا ارنبنا بلا انور. ماشي. اسمعي واحده سهله وبسيطه.
أمر أمير الأمراء بحفر سفينة في الصحراء، كم رأى في ذلك؟ يا جدعان حرام عليك، أنتوا بتعجزوها، الولاية لدغة في الريها، هنقتلها. بقول لك إيه، قولي بابا جاب لي حصانة تمشكحه، ولو ما تمشكحتبوش مين يتمشكحه؟ دي أسهل وما فيهاش ريه، قولي. لا لا لا، قولي قفص بصل وقفص عصب، قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شايبه اصبر، ده بيقع بيقع. ركبي شعي مستعاي. ما خلاص يا زينب، دي حته صغيره، تعالي انا اعملها لك. بالراحه بالراحه يا زينب، بالراحه سالي، بالراحه الوليه سالي. اوكي تعالي يلا استنوك. بقول لك ايه يا زينب، اتفني البتاع اللي وقع دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقتي شعر الوليه؟ الديبه دي يا بنت، دي الديبه دي، هو ده مش واكل خالص، مش جايب. ثانيه واحده، خطه البديل يا رب. ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي، والنبي ما تبصش لحد. حاضر، ثواني نشوف بقى الناس بقى سحابات الفيلم. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزق. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك انت اصلا ابنه، عشان فيك شبه منه. كلبوزه 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 كلبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم، انت مجنون؟ امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك، عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام، انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ اه يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بمواعيد رحمه. ابو شغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ اه. يعني بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضه، بس مش في شرم والغردقه. امال فين؟ في ابو قتاته بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده، اه انت غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. انت بقى والتفشخر اللي انت فيه ده، ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه، يعني معفن بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميين في منطقتنا ابو هيف البلعان. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في الصيف ونغطس مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعان. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش بيبيه كده وبيبيه كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده. بس وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بيبي بيبي واو. لا واضح ان العفنه في مقصله، بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور عيون؟ ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذيذه. ايه في ايه؟ دكتور عيون بجد؟ اه والله. ده انت خد التقيله بقى. لا انا بتاع التقيل. صح بلاش خد الخفيفة بقى. أنا دكتور عيون وأكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ اه لسه جايلي حتى طلبية أول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جايلي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجايلي جوز ذهبي كده، ذهبي بتالك بقى فظاع. عندك عين عمية؟ عين عمية خالص؟ اه لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطة، نركب له عين جمل، عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين نحط له بندقيه هنا وبندقيه هنا، وندهن عليهم جيلي تمام، ونجيب بقى ايه كريم شانتيه، ونقوم نقوم باصين هنا شويه وباصين هنا شويه، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوس الجميل ده هنا وبسبوس جميل هنا، ونجيب بقى شاليمون ونقوم ظابطين واحده هنا وواحده هنا، ونقوم جايبين كريز حاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود، في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور العيون، الاقيش عندك جزء عيون رمادي 37؟ عايزاها برباط ولا بنص؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم. انا محمود، هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. عامل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص ايه انت يا نيله، بصي لي هنا. نعم. اوه 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 اوه
اوه اوه اوه اوه اوه يا لهوي يا خرابي، ايه ده؟ ايه؟ انت جبتها منين دي؟